بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث، نستكمل دروس الوحدة الثالثة بالدرس الثامن، عملية البيع وتسويق المبيعات. أهداف الدرس: أن نوضح المهارات الأساسية للبائع الناجح، أن نبين صفات البائع الناجح، وأن نعدد أساليب وطرق البيع. يبقى موضوعات الدرس هتنحصر في ثلاث موضوعات: المهارات الأساسية للبائع الناجح، صفات البائع الناجح، أساليب وطرق البيع. تمهيد: اقرأ التمهيد ثم أجب معي على الأسئلة الثلاث. صف الجو الذي كان سائدا في المقابلة الماضية بين علي ومندوب المبيعات. بعد ما قريت التمهيد هتتأكد أن أنت لو الشخص مكان علي لن تشتري من مندوب المبيعات هذا الشيء. يبقى كان جوا مشحونا وعدائيا. أيهما كان تصرفه خاطئا، علي أم مندوب المبيعات؟ دايما في مثل عندنا بيقول لك الزبون دايما على حق. يبقى إذن علي لابد أن يكون على حق، لأن مندوب المبيعات كان لا يستطيع التصرف في هذا الموقف وكان عدائيا في تصرفاته. كيف يمكن لرجل البيع أن يؤدي عمله بطريقة جيدة؟ إذا اللي هنعرفه النهارده من خلال مواصفات البائع الجيد واللي تمثلت في هذا الموقف من الهيئة العامة، كانت بتاعة البائع مندوب المبيعات كانت هيئة سيئة، والسماحة ثم اللبقة، وده اللي كان ينقصهم مندوب المبيعات في التمهيد السابق. يبقى موضوعات الدرس بتاع النهاردة هنتكلم عن عملية البيع والمهارات الأساسية للبائع الناجح وصفات البائع الناجح وأساليب وطرق البيع. العرض: سبق أن تحدثنا عن عملية البيع والشراء وأهميتها للمجتمع. احنا قلنا أنهم عمليات متلازمة، لكن النهاردة هنخص الكلام عن عملية البيع بشكل خاص والموضوعات التي تعرفك أخي الطالب على هذه العملية تجعلك ملما بكثير من جوانبها، مما يساعدك على إتمام عملية البيع والشراء بطريقة تكفل لك الحصول على أفضل الصفقات. ولكل مهنة من المهن خصائصها لتحتم من يزاولها ويتصفون بصفات محددة. وإذا أردت مزاولة مهنة ما فإنه يجب عليك أن تبحث عن الصفات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهنة، زي ما شفنا ما هنا السكرتير وصفات السكرتير الناجح، كذلك البائع هناك صفات للبائع الناجح. المهارات الأساسية للبائع الناجح: هناك العديد من المهارات الضرورية التي يجب على كل بائع أن يسعى إلى أن يكتسبها من خلال التدريب المستمر. قد يكون تدريب علمي أو قد يكون تدريب عن طريق الخبرة. من أهم تلك المهارات مهارة التفكير. ومهارة التفكير هي التي يجب أن يمتلكها البائع الناجح، مثل أن يكون ذا قدرة على التفكير في حل المشكلات التي يواجهها العميل باستمرار. ليس ذلك فحسب، بل يجب عليه أيضا أن يقدم المشورة والنصح والحلول البديلة. يعني يجب العميل أن هو البائع دايما في صفه وليس في صف مثلا صاحب المحل أو صاحب الشركة. مهارات الاتصال: مهارات الاتصال تعني القدرة على الإنصات إلى العميل وفهم رسالته وإدراك ما يحتاج إليه. ليس أن يتحدث البائع بكثرة حتى يقنع العميل، بل لابد أن يتميز بصفات الإنصات. إذن الاتصال الفعال يتطلب أيضا اختيار الكلمات والألفاظ المناسبة لتوصيل الرسالة والمعنى المراد إيصاله بدون تحريف. ومن أمور متعلقة بالاتصال أيضا الاتصال عن طريق الإيماءات والحركات التي لها أثر كبير في الاتصال بين البائع والمشتري إذا استخدمت بشكل فعال. المهارة الثالثة هي مهارة تنظيم وإدارة الوقت. الوقت هو جانب الثروة زي ما معروف في علم الاقتصاد. يبقى يقع على عاتق البائع الكثير من المسؤوليات والواجبات ويمتلئ يومه بالمواعيد. وإن لم يكن لدى البائع القدرة والمهارة المطلوبة لتنظيم الواجبات والمواعيد الكثيرة، فإن وقته الثمين سيهدر في أمور قد تكون غير ضرورية. ومع تطور التقنية الحديثة فقد أصبح موضوع تنظيم الوقت أكثر سهولة من قبل، زي ما قلنا شفنا قبل كده ترتيب المواعيد اللي كانت في درس السكرتير ووظائف السكرتير. طيب اتكلمنا عن المهارات الأساسية للبائع الناجح، هنتكلم دلوقتي عن صفات البائع الناجح. هناك العديد من الصفات الشخصية التي يجب أن نتحلى بها كل بائع، من أبرزها الصدق والأمن. يبقى هما خصلتان كريمتان يجب أن يتحلى بهما جميع الناس وليس البائع فقط.
وبقى يبنى التجارة، تبنى التجارة على الأمانة وعلى الصدق. اللياقة البدنية، في بعض الأحيان يتطلب البائع زي مثال سمسار العقارات، ممكن يلف مع أحد العملاء ويشوف وياخده يذهب إلى أرض هيبيعها في مكان ما فلاني، ويفضل يبحث أو مبنى أو عمارة ويلف ويطلع سلالم وينزل، ما يتأففش من التنقل معه، لابد أن تكون لياقته البدنية تسعفه في أداء عمله. الهيئة العامة اللائقة، لابد أن يتصف البائع بالمظهر اللائق، فتكون ملابسه ملائمة لطبيعة العمل ومتماشية مع عادات وتقاليد العميل، كما يجب أن تكون هذه الملابس أنيقة ونظيفة. أيضا من الأمور التي تندرج تحت هذه الهيئة أن يكون معتدلا في حركته، وأن يقف مستقيما، وعند الجلوس يجلس بثقة واتزان ولا يكثر الحركة من غير حاجة. من الصفات أيضا البائع الناجح الثقة في النفس والاطمئنان. عندما يكون البائع واثقا من نفسه، الثقة دي تنقل إلى العميل وتنتقل إلى العميل. أما إذا لم يجد في العميل في هذا البائع الثقة، فإنه لا يقوم بعملية الشراء. مثال أن يكون بائع شخص بيبيع سيارة مستعملة ويسأل العميل عن تاريخ بعض المعلومات، فيجده غير ملم بها، في كده الثقة بتاعت العميل بتهتز بهذا البائع. خامسا، طلاقة الوجه وحسن المنطق. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل رديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. يبقى إذن حسن التعامل، بشاشة الوجه، طلاقة الوجه، دي كلها عوامل بتدي الثقة إلى المشتري وتجعلك بائعا ناجح. من الصفات أيضا الإنصات الجيد. لا يكون البائع هو المتحدث فقط، بل لابد أن ينصت لرغبات العميل واستفساراته. ويعد الإنصات الجيد من أهم الصفات المطلوبة في البائع، ويختلف الإنصات عن السماع في أن الإنصات عملية ذهنية تتطلب التفكير وتحليل ما يقوله العميل بتركيز شديد، وليس الاستماع فقط. الرغبة في الإنجاز وحب التفوق، لابد أن يكون هناك رغبة ملحة لدى البائع الناجح أن يصل إلى أعلى مستوى درجات البيع أو أعلى المراتب في عمله، حتى وإن كان أمرا صعبا فلابد أن يسعى دائما إلى الوصول إليه. السماحة في التعامل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. السماحة، السماحة في البيع وفي الشراء. يعني البائع الناجح لما يجي شخص: والله المنتج بتاعك ده وده أنا عايز أرجعه، ما يعملوش مشكلة، لأن هذه تؤدي في النهاية إلى غياب الثقة بين المشتري وما بين البائع، وبتفقد زبون من زبائن المحل. حب ومساعدة العملاء، دي بتستكمل بها السماحة في التعامل. يبقى يعد العميل عادة رجل البيع مستشارا أو صديقا، لذلك يجب أن يتحلى البائع بحب المساعدة والتعاون مع العملاء، بحيث يقدم لهم النصائح والإرشادات التي تفيدهم في تحديد المنتج الذي يشتروه. أساليب وطرق البيع. خلصنا المهارات الأساسية للبائع الناجح، ثم صفات الناجح، بنستكمل بأساليب البيع اللي هنخلصها في 3 طرق، زي البيع داخل المتاجر، أو البيع عن طريق مندوب المبيعات، أو البيع عن طريق شبكة الإنترنت، ويمكن ده اللي بدأ ينتشر كثيرا في الفترة الأخيرة. وهذه الأساليب والطرق قد تستخدم جميعا أثناء عملية تسويق المبيعات، أو يتم استخدام طريقة واحدة، وسنقوم خلال الدروس القادمة بتناول كل نوع من هذه الأنواع. النصيحة الأخيرة اللي بيديها لنا الكتاب: كون علاقة جيدة مع عملائك، لأن هذه العلاقة هي ثروة البائع. وشكرا لحسن استماعكم، ونحل مع بعض التقويم. السؤال الأول: صح أم خطأ؟ بسرعة جدا، البيع من المهن تتطلب إتقان البائع عدد من المهارات، طبعا بالتأكيد أخذنا مهارات البائع.
من أهم مهارات الاتصال المفترض أن توفرها لدى البائع قدرة على كثرة الكلام. كثرة الكلام في حد ذاتها غير مطلوبة، يبقى خطأ. المقصود مهارة التفكير، القدرة على فهم رسالة العميل والانصات له بالعبارة صح. المحرك الأساسي لنجاح البائع في عمل حرصه على بيع أكبر عدد من السلع فقط، طبعا لا، الحرص الأول يكون على نيل ثقة العميل أو المشتري. من الصفات الواجب توفرها في البائع الناجح أن يكون لديه لياقة بدنية جيدة، خاصة في الأعمال الشاقة. هناك ثلاث مهارات أساسية يجب أن يتقنها البائع الناجح. تكلم عن إحدى هذه المهارات مبينا أهميتها للرجل البيع. هنتكلم المرة دي عن مهارة التفكير. من أهمية مهارة التفكير أن يكون ذا قدرة على التفكير في حل المشكلات التي يواجهها العميل باستمرار. عليه أيضا أن يقدم المشورة والنصح، وأن يكون قادرا على تحليل المتغيرات التي تحدث للعميل أو المنتجات الشركة. السؤال الثالث والأخير، توصيل الأعمدة. صفات البائع الناجح، يبقى الثقة في النفس والاطمئنان، السماحة في التعامل، تشجيع العميل على تكرار عملية الشراء لأنه حصل على ثقة العميل. المهارات الأساسية للبائع الناجح، القدرة على حل المشكلات، الإنصات الجيد، لا يعتبر من أحد مهارات الاتصال، ثم مهارات التفكير، هي عملية ذهنية تتطلب التفكير والتحليل. وكده أكون نهينا الدرس الثامن، وشكرا لكم أعزائي الطلاب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.